نواصل درس التزايد المقارن بدراسة الدالة الجذر النوني وناخذ تطبيقات حول هذه الدالة. فكتمرين الأول باستعمال الخواص القوى أو القوى النونية أو الجذور النونية بصفة عامة، المطلوب في هذا التمرين اختزال الكتابات الأعداد التالية. لدينا أ يكتب 256 أس 1 على 4، 256 أس 1 على 4. العدد ب يكتب 0.25 أس ناقص 1.5. وعندنا العدد س يكتب 3 أس ناقص 1 على 3 في 9 أس 2 على 3. فالعدد أ اللي هو 256 أس 1 على 4، نعلم أن العدد 256 يكتب 2 أس 8، الكل أس 1 على 4. خواص القوى، قوى تاع القوى تساوي جداء القوتين، ويكتب 2 أس 8 على 4 واللي هو 2 أس 2 واللي هو القيمة المبسطة هو العدد 4. العدد ب هو 0.25 أس ناقص 1.5، 0.25 تكتب 1 على 4 أو ما نقدر نكتبها 1 على 2 أس 2، الكل أس ناقص 1.5 اللي هي أيضا تكتب على شكل عدد ناطق ويمكن كتابتها ناقص 3 على 2. وكما قلنا سابقا قوى تاع القوى هو جداء القوتين، يعني تعطينا 1 على 2 أس ناقص 3 على 2 في 2، يعني نحصلوا على أس ناقص 3. وبالتالي 1 على 2 أس ناقص 3 يمكن كتابتها هي 2 أس 3، و 2 أس 3 هي العدد 8. لدينا أيضا العدد سي اللي هو 3 أس ناقص 1 على 3 في 9 أس 2 على 3. نعلم أن 9 يمكن كتابتها 3 أس 2، راهي الكل أس 2 على 3، وقوى تاع القوى تساوي جداء القوتين، غادي نحصلوا على 3 أس ناقص 1 على 3 في 3 أس 4 على 3. وعندنا أ أس إكس في ب في أ أس إيكغيك، نجمع الأسس ونحصلوا على 3 أس ناقص 1 على 3 في زائد 4 على 3، ونحصلوا على 3 أس 3 على 3 اللي هي 3 أس 1، و 3 أس 1 هي العدد 3. هذا خاص في التمرين اللي مطلوب اختزال الكتابات. التمرين الثاني لتطبيقات هذه القوى الناطقة أو العشارية، عندنا التمرين الثاني حل في R، حل في R المعادلة و متراجحة تالية. المعادلة الأولى، لدينا الجذر التكعيبي لخمسة ناقص ثلاثة إكس، الجذر التكعيبي لخمسة ناقص ثلاثة إكس تساوي اثنان، والمتراجحة لدينا الجذر الخماسي لإكس زائد واحد أكبر أو يساوي النصف. بالنسبة الأولى، الجذر التكعيبي لخمسة ناقص ثلاثة إكس تساوي اثنان، معرفة إذا كان الجذر التكعيبي معرف، يعني خمسة ناقص ثلاثة إكس موجبة، وخمسة ناقص ثلاثة إكس تكون موجبة إذا كان إكس أصغر من
خمسة على ثلاثة يعني معرفة عن مجال ناقص ما لا نهاية خمسة على ثلاثة. فالجذر التكعيبي لخمسة ناقص ثلاثة إكس يساوي اثنان، باش نتخلصوا من دالة الجذر النوني نقوم بتطبيق لها دالتها العكسية، يعني هي دالة القوى وهي قوى لثلاثة، وبالتالي نقول أن خمسة ناقص ثلاثة إكس تساوي اثنان أس ثلاثة، وبالتالي ناقص ثلاثة إكس راهي تساوي اثنين أس ثلاثة ثمانية، نقص منها خمسة تعطيني ثلاثة، وبالتالي إكس راهي تساوي ناقص واحد، والناقص واحد ينتمي إلى المجال دي يعني تعريف. إذن هذا الحل هو حل مقبول. أما بالنسبة للثانية اللي هي المتراجحة، عندنا الجذر التكعيبي الجذر الخماسي عفوا لإكس زائد واحد أكبر من النصف، هي أيضا معرفة، هذه المتراجحة معرفة على المجال مجال ناقص واحد مغلوق زائد ما لا نهاية، يعني خصنا x زائد واحد يكون موجب، و x زائد واحد يكون موجب إذا كان x أكبر من ناقص واحد. فالجذر الخماسي ل x زائد واحد أكبر من النصف هذا يكافئ بتطبيق القوى لكل طرف، قوى خمسة لكل طرف، لأن الدالة القوى هي دالة متزايدة، فنحصل على x زائد واحد أكبر من واحد على اثنين أس خمسة، يعني أن x راه أكبر من واحد على اثنين أس خمسة ناقص واحد، وبالتالي بما أن x أكبر من هذا العدد فإن الحلول وهذا المجال وراه محتوي في التعريف، إذن الحلول هي واحد على اثنين الكل أس خمسة ناقص واحد زائد ما لا نهاية، هذه مجموعة الحلول. هذا خاص بالنسبة للتمرين الثاني. بالنسبة للتمرين الثالث جي دالة معرفة على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد ب جي إكس تساوي جذر تكعيبي لإكس أس اثنين ناقص واحد. مطلوب أدرس تغيرات الدالة جي. دالة جي معرفة على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، فكتابة جي إكس اللي هي الجذر التكعيبي لإكس مربع ناقص واحد، فمن أجل كل إكس من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد دالة جي هي قابلة للاشتقاق على هذا المجال، لأنها مركب دالتين قابلتين اشتقاق، دالة جذر تكعيبي ودالة إكس صورته إكس مربع ناقص واحد اللي هي ثنائي الحد من الدرجة الثانية، فمركبهما أعطينا دالة قابلة للاشتقاق، علما أن إكس مربع ناقص واحد راهي موجبة على هذا المجال، فهي دالة قابلة للاشتقاق على المجال ناقص ما لا نهاية موجبة تماما على هذا المجال، أي أن جي دالة قابلة للاشتقاق على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، ومشتقاتها هي على التالي. فيمكن كتابة جي إكس اللي كتبناها جذر تكعيبي لإكس مربع ناقص واحد، يمكن كتابتها إكس مربع ناقص واحد أس واحد على ثلاثة، فبتطبيق مشتقة مركب دالتين هي واحد على ثلاثة في مشتقة إكس مربع ناقص واحد اللي هي
2 إكس في إكس مربع ناقص 1 أس 1 على 3 ناقص 1، يعني أس ناقص 2 على 3. وبما أنها تساوي هذه القيمة فتساوي 2 على 3 إكس في 1 على إكس مربع ناقص 1 أس 2 على 3. فالعدد هذا هو على المجال ناقص ملايين ناقص 1 راه موجب تماما، 2 على 3 موجب كذلك، وتبقى إشارة مشتقة من إشارة إكس، وعلى المجال ناقص من لا نهاية ناقص 1 هذا العدد راه سالم، وعليه فمن نستنتج أن جي دالة راهي متناقصة تماما على هذا المجال، يعني على المجال ناقص من لا نهاية ناقص 1. فمن هذا نكون انتهينا فيما يخص دراسة دالة الجذر النوني. نتمم درس التزايد المقارن بمقارنة الدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية مع دالة وحيد حد x صورته x ودالة وحيد حد x صورته x أس n التي نراها في الحصة المقبلة إن شاء الله.